المحل اللي احنا فيه اليوم يتخصص في تعديل السيارات، تجهيز السيارات، تجديدها وصيانتها في نفس الوقت، كلها تحت سقف واحد. فتحنا من 11 سنة، وكان دائما الفكرة من وراء المحل ان احنا نقدر نحقق سيارة الأحلام حق أي واحد يحلم في سيارة. طبعا احنا نمتاز بالصبغ والسمكرة، نمتاز بالتصنيع، القطع حق السيارات، تصنيع أو تعديل السيارات بالكامل. عندنا سيارة مثلا باقي مسوينها من سيارة عادية، وقصينا البودي بالكامل من عليها، وبنيناها على طريقة أنها تكون سيارة شكلها كأنها لعبة، وتستعمل طبعا حق الدريفت وحق التراك، مو بحق الشارع، لكن هي من فكرة صارت إلى حقيقة. وفي أعداد كبيرة من السيارات اللي صارت من مجرد فكرة إلى شيء يعني ملموس وحقيقي. غير هذه نسوي صيانة العادية للسيارات، وعندنا بعد الكهرباء، وعندنا الإيربراش والرسم الفني اللي هو الإيربراش. جبنا مراكز الأولى في العديد من الأماكن بالسيارات اللي شاركنا فيها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية طبعا SMS Racing هو قسم أساسي وكبير من SMS Design and Performance، هو يعني اللي طلع اسم SMS Design للعموم، لأن سيارة سباق نروح نسابق ننجز فيها، ولله الحمد بهذه السيارة كسرنا رقم العالم، أنجزنا فيها الكثير. مع أن احنا نسوي الأشياء العادية مثل الصيانة والصبغ السيارات العادية وهاي الأمور، بس عندنا جانب ثاني اللي هو الفابريكيشن، اللي احنا نقدر نصنع لك شيء إذا ما في حق هالسيارة. عندنا بعد جانب ثاني هو جانب الابتكار، نقدر نصنع الفايبر جلاس، ونقدر نصنع بعض قطع الألمنيوم. احنا راح ان شاء الله ندخل مكاين السي ان سي، طبعا هذا شيء راح نبحثه ونشوف شلون ان شاء الله مع التمكين ما يقصرون ان شاء الله يسهلون لنا العملية، ونقدر ناخذ هذه الامور ذي علشان ندش في مجال التصنيع، وندش بمجال أقوى من ما احنا عليه الحين. يعني احنا نقدر نصنع أغراض أو أشياء تستعمل في مجال السيارات أو غيره، ويكون عليها مكتوب ميدن بحرين، وهذا الشيء نطمح له.